خلينا نروح نشوف أهم أخبار السوشيال ميديا النهارده. دلوقتي هنبتدي فقرة السوشيال ميديا وهنبدأها طبعا بأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بينعوا نجم الأهلي السابق كابتن صفوت عبد الحليم. المهندس خالد مرتجي نشر على تويتر صورة للنجم الراحل وكتب: لله ما أخذ ولله ما أعطى، البقاء لله في وفاة رمز من رموز النادي الأهلي وأحرف من أنجبت الملاعب المصرية كابتن صفوت عبد الحليم، ندعو الله له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان. طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كتب: البقاء لله في واحد من أمهر من أنجبتهم الكرة المصرية، نجم النادي الأهلي في عصر من عصوره الذهبية، الخلوق كابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله وأسكنه الجنة بفضله ورحمته. وكتبت دكتورة رانيا علواني على صفحتها على فيسبوك: تنعي الدكتور رانيا علواني فقيد النادي الأهلي وكرة القدم المصرية كابتن صفوت عبد الحليم، راجينا من المولى عز وجل أن يتجمده برحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. ونروح للاعبي النادي الأهلي أحمد فتحي كتب على صفحته على تويتر: رحم الله كابتن صفوت عبد الحليم، اللهم ادخله الفردوس الأعلى وابعده عن النار آمين يا رب. كتب أيمن أشرف على تويتر: إن لله وإنا إليه راجعون، رحم الله كابتن صفوت عبد الحليم وربنا يجعله من أهل الجنة. وشريف إكرامي أيضا حارس مرمى الأهلي كتب على تويتر: رحم الله كابتن صفوت عبد الحليم وأسكنه في سيح جناته، إن لله وإنا إليه راجعون. وكمان وليد سليمان علق وكتب على تويتر خبر وفاة كابتن صفوت وقال: البقاء لله، ربنا يرحمه ويدخله في سيح جناته. أما عمرو السلية فكتب على تويتر: وداعا كابتن صفوت عبد الحليم. نروح لرموز الكرة المصرية ونبدأ بكابتن محسن صالح اللي كتب على تويتر: من قلب يملأه الأسى والحزن، أنا على صديقي ابن الأهلي صفوت عبد الحليم بعد رحلة مرض ومعاناة طويلة، كان أكثرنا عبقرية بأقل مجهود، كان يصنع أهداف والانتصارات، كانت الكرة بين قدميه ريشة ترسم أجمل اللوحات، كان يستمتع بمهاراته ويمتعنا قبل أن يمتع الجمهور، أسأل الله له الرحمة ومثواه الجنة إن شاء الله. كمان كتب كابتن أحمد شوبير على تويتر: البقاء لله في وفاة نجم مصر والنادي الأهلي السابق صفوت عبد الحليم، للفقيد الرحمة والأسرة خالص العزاء. وكتب كابتن ضياء السيد على صفحته على تويتر: البقاء لله في وفاة الكابتن صفوت عبد الحليم كابتن النادي الأهلي وصاحب الخلق الرفيع والعزاء لأسرته وزويه. أما كابتن وائل جمعة صخر الدفاع الأهلي السابق فكتب على صفحته على تويتر: رحمة الله على الكابتن صفوت عبد الحليم، اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان واغفر لنا ولهم. وكتب كابتن سيد معوض نجم الأهلي السابق على تويتر: البقاء لله في وفاة كابتن صفوت عبد الحليم كابتن مصر والنادي الأهلي، اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة يا رب العالمين. كمان كتب كابتن أسامة حسني على صفحته على تويتر: رحم الله الكابتن صفوت عبد الحليم. وكتب كابتن شريف عبد الفضيل على تويتر: البقاء لله في وفاة واحد من رموز النادي الأهلي كابتن صفوت عبد الحليم، الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويوسع عليه في قبره ويجعله روضة من رياض الجنة. وكتب كابتن محمد ناجي جدو على صفحته على تويتر: صفوت عبد الحليم المايسترو الصغير، من افضل من لمسوا الكره بمهاره في تاريخ الكره المصريه، في ذمه الله الف رحمه ونور عليه. اما الاعلامي ابراهيم المنيسي فكتب على تويتر: صفوت عبد الحليم المايسترو الصغير، من افضل من لمسوا الكره بمهاره في تاريخ الكره المصريه، في ذمه الله ده نفس في ذمه الله الف رحمه ونور عليه. ربنا يرحم طبعا كابتن صفوت عبد الحليم.